وعلى طول ندخل في الكلام المهم ومراجعة علم نفس واجتماع مع دكتور بهاء شومان. منورنا يا دكتور. تاني مرة مبسوط ان حضرتك بتتجنف مادتين اتنين. الله يخليك، بس انت برضو مهم. الله يخليك، انت الاساس. الله يكبر بخاطرك. الله يخليك. زي حضرتك. لا حبايبك كتير عندي والله، ربنا حبايبك كتير قوي بيتكلموا يعني فوق راسي ولادي، ومبلغني السلام، ويا ريت بس يفتح علينا ويا ريت يكلمنا وحاجات كتيرة والله. الله ما يخبطه ويفتح، اول ما يخبطه ويفتح الباب. يلا بينا. اهلا بيك. النهارده ان شاء الله علم النفس دي المادة التانية، المواد الفلسفية مقسومة لنصين، 120 درجة فلسفة ومنطق وعلم نفس واجتماع، 60 درجة فلسفة ومنطق و60 درجة علم نفس واجتماع. إذن المادة التانية اللي هي علم نفس واجتماع 30 و30، علم نفس 30 بالتساوي تماما وعلم اجتماع 30 برضو. هناخد كده مجموعة من الأسئلة كالعادة. يلا بينا. أنا كلي أذان صاغية. كتر خير. طيب هنبدأ بسؤال طبعا عن الذكاء مع أولادنا، يعني استبشار خير ان كلكم اذكياء وتقدروا ان شاء الله تجاوبوا على فرض. انا عايز اسكت عشان انا مش هبطل لساني، عايز اطهر، انا هقفل المايك بتاعي خالص. طيب من اين تاتي صعوبه تعريف الذكاء؟ الذكاء اللي هو في الموضوع الاول، الباب الاول بيتكلم عن حاجه اسمها الذكاء العام والذكاءات المتخصصه، الى جانب درس تاني يسمى درس التعلم. موضوع الذكاء من الصعوبه بمكان ان احنا نحدد تعريفه إلى حد ما. العلماء واجهوا صعوبة كبيرة في تعريف الذكاء لثلاث أسباب. أول سبب إن الذكاء ليس شيئا ماديا، مش زي كف الإيد، مش زي العين، مش زي القلب. نقدر نقول على القلب عضلة، تمام، تضخ دم بطريقة معينة، إنما الذكاء ليس شيئا ماديا. إلى جانب طبعا إن الذكاء لا يقاس بصورة مباشرة زي الأطوال، زي الأحجام، زي مثلا الارتفاعات، لا يقاس بصورة مباشرة. كمان تطور مفهوم الذكاء من المفهوم الفلسفي إلى المفهوم الاجتماعي والبيولوجي والبيئي إلى أن وصل للمفهوم الإيه؟ النفسي. ممتاز. إذن هما ثلاث أسباب. طيب خلينا نشوف سؤال عن الذكاءات المتعددة. حدد نوع الذكاء الذي يشير إلى الآتي. واحد، استخدام الجسد كله أو جزء منه. استخدام الجسد كله أو جزء منه يبقى ذكاء حركي جسدي على طول، ومعروف أن الذكاء ده موجود لدى لعيب الكرة وعمال المعمار وأي رياضيين، سكواش، باسكت، أي حاجة. طيب تعبير عن الأفكار والأحاسيس بالجسد، أيضا ذكاء حركي جسدي أو جسمي حركي زي ما تقول. إدراك الفرد للبعد الثالث، ده موجود عند القبطان وعند الملاح. طالما موجود عند القبطان والملاح على طول يبقى ذكاء مكاني بصري، وعند المصورين ذكاء مكاني بصري. أوكي. طيب عمل إحصاء لأعداد الأميين في الحي أو أعداد الطلبة العلمي عندك والأدبي أو أصدقائك اللي بيمارسوا لعبة أو بيمارسوا هواية القراية وهكذا، ده ذكاء رياضي طبعا. الحساسية للأصوات والإيقاعات، أكيد عرفتوها، ذكاء موسيقي طبعا، وموجود عند الملحنين والموسيقيين والمبدعين في مجال الإيقاعات الصوتية. طيب ما زلنا في الذكاء، لماذا رفض جاردنر فكرة الذكاء الواحد؟ جاردنر أحد علماء النفس، رفض فكرة الذكاء الواحد لأنه يؤمن بوجود ذكاءات بشرية متعددة توجد لدى الفرد في سياقات مختلفة، ومن ثم هو بيعرف الذكاء على أنه حل المشكلات في سياقات مختلفة، ومنه ذكاء لفظي وذكاء اجتماعي وذكاء رياضي منطقي وذكاء مكاني بصري وهكذا. طيب ننتقل على سؤال خاص بالتعلم. ما المقصود بكلمة تعلم؟ موضوع التعلم من الموضوعات اللي بني عليها جماعة علم النفس التربوي، وموجود كمان في دراسات عديدة جدا ملهاش علاقة من بعيد بعلم النفس، بس ليها علاقة قريبة بمجالات معينة خاصة بالتعلم. خلونا نشوف معنى التعلم. التعلم هو تغير شبه دائم في السلوك نتيجة الخبرة. كلمة تعلم ما هي إلا تغير شبه دائم في السلوك نتيجة الخبرة؟ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دلوقتي، هل كل تغير في السلوك يدخل في إطار التعلم؟ بالطبع لا، لأن هناك تغير مؤقت يزول بزوال أسبابه. زي إيه؟ التغير الناتج عن أدوية، عن عقاقير، التغير الناتج عن تناول مسكرات، ده لا يدخل في إطار التعلم، سوف يزول بزوال أثر هذا المؤثر. ممتاز. طيب نشوف سؤال تاني عن قانون التدعيم وقانون الانطفاء.
انا عايز اسمع منكم انتوا قانون التدعيم وقانون الانطفاء ضمن قوانين ايه؟ ايوه بالظبط كده، ضمن قوانين مدرسه التعلم بالاشتراط الاستجابي لصاحبها بافلوف الراجل الروسي وحيوان التجارب عنده الكلب. وكل الطلبه النهارده عارفين خطوات التجربه، ولكن خلونا نتكلم على قانون التدعيم. تدعيم يعني تاكيد، بتدعمني يعني بتعززني، بتاكد شيء عندي. قانون التدعيم بيقول لك تتوقف قدره المثير الشرطي على انتاج الاستجابه الشرطيه على ايه؟ يعني تتوقف قدره الجرس على انتاج اساله اللعاب عند الكلب على ايه؟ على مدى ارتباط الجرس ده بحته اللحمه. مش هعمل جرس بس، لا انا هعمل جرس مع حته اللحمه، او هعمل الاشاره ايا كانت جرس صفاره اي حاجه بحته اللحمه. اذا تتوقف قدره المثير الشرطي على انتاج الاستجابه الشرطيه على مدى ارتباط هذا المثير بالمثير الطبيعي. وكمان الفرق الزمني الضيق جدا، ما عملش صوت الجرس وبعد ساعه اقدم له الطعام، ما ينفعش، يبقى الكلب مش هيربط. ما عملش صوت جرس وبعد نص ساعه اقدم له الطعام، لا، اعمل صوت جرس وبعد منه اللحمه على طول او الطعام على طول. طيب قانون الانطفاء، عند تكرار المثير الشرطي دون المثير الطبيعي فان استجابه الكلب بدات تنطفي وبدات تقل وبدا يزهق ولا تصدر عنه إسالة اللعاب، ولكنها ربما تعود مرة أخرى، ولكن كلكم عارفين ها هتعود بنفس القوة ولا بقوة أقل؟ ها هايل، هتعود بقوة أقل. طيب خلينا نتكلم على سؤال تاني خاص بالذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي معناه إيه؟ هو القدرة على معرفة مشاعر الآخرين المتغيرة والاختلافات بينها. وبالتالي صاحب الذكاء الاجتماعي ده تجدوه رجل دين، تجدوه قائد، تجدوه إلى حد ما سياسي، يستطيع أن يكسب الأصدقاء ويشاركهم الأفراح والأحزان، يستطيع أن يبدأ الحوار، يستطيع أن يقود مجموعة، إدارة المجموعات، وموجود قلنا لدى المعالجين النفسيين. طيب سؤال آخر، أكدت نتائج البحوث أن نتائج الممارسة الموزعة أفضل في كثير من الأحوال من الممارسة المركزة. كيف ذلك؟ بالطبع يا جماعة، أنا لما أقعد أذاكر على فترات قصيرة تتخللها أيضا فترات راحة قصيرة يبقى أفضل. إنما أذاكر على فترات طويلة دون أن تتخللها فترات راحة ساعتها إلى حد ما هتبقى مملة بالنسبة لك شوي. ولذلك أثبتت البحوث أن الممارسة الموزعة أفضل في كثير من الأحوال، وعلى الإنسان أن يأخذ فترات راحة. هذه الفترات الراحة قد تصل إلى 5 دقائق لو هننتقل من جزء لجزء في مادة، أما لو هننتقل من مادة لمادة بناخد 10 دقائق أو ربع ساعة. نروح فاصل قصير ونرجع تاني نكمل المراجعة. بفكر المعلمين ان المذكرة المكتوبة بقى نزلت على صفحة الراديو 9090 حالا، ياريت كلنا نعمل منشن لاخواتنا اللي في ثانوية عامة وبيدرسوا علم نفس واجتماع ونعملها شير علشان توصل وتعم الفائدة. يبقى المذكرة لعلم نفس والاجتماع موجودة دلوقتي على صفحة الراديو 9090، وما تنسوش برضو في معلمين هيحضروا المراجعة النهائية لعلم نفس والاجتماع هدية من دكتور بهاء للمعلمين مجانا. لو انت عاوز تكون من المعلمين اللي هيحضروا المراجعة تدخل على البوست بتاعنا الرئيسي بتاع حلقة النهاردة اللي هو عاملين لي شبه الأرنب فيه كده، يعني ما علينا، يعني هتعمل شير للبوست ولايك كمان، وتكتب اسمك ونقطتين كده جنب اسمك ومراجعة علم نفس واجتماع، وهنختار مجموعة من المعلمين النهاردة برضو يحصلوا على المراجعة مجانا. نعود من جديد لمراجعة علم النفس والاجتماع مع دكتور بهاء شومان. بفكر المعلمين اللي في ثانوية عامة المراجعة موجودة كمان مكتوبة، حاجات أسئلة وحاجات هامة جدا على صفحة راديو 9090، المذكرة موجودة حالا على صفحة راديو 9090 تقدر تحملها من عليه. وكمان لو عايز تحضر المراجعة النهائية مع دكتور بهاء هدية مجانية للمعلمين هتدخل على البوست بتاعنا على الفيسبوك وهتعمل شير ولايك للبوست وتكتب في التعليقات مراجعة علم نفس واجتماع واسمك أو اسمك من فضلكم علشان هنعلن أسماء اللي هيحضروا المراجعة النهاردة. نستمر ونستأشف يلا بينا. إن شاء الله سؤال في النمو، السيكولوجية النمو ده الوحدة التانية، هما 3 وحدات زي ما حضراتكم عارفين. هناخد كم سؤال في الوحدة التانية والتالتة دلوقتي قبل ما ندخل في علم الاجتماع.
يتجه النمو والارتقاء في جميع جوانبه من العمومية للخصوصية. صح أم خطأ مع التعليل؟ من العمومية للخصوصية طبعا تبقى صح، برافو عليكم. ليه؟ لأنه الوليد يستجيب للمواقف عامة بطريقة كلية، ثم تصبح الاستجابات أكثر تنوع، ولذلك الجنين داخل رحم الأم يتحرك كليا، ثم بعد الميلاد يبدأ يحرك إيديه يمين وشمال ببساطة وأصابعه. كمان بعد كم شهر الطفل يريد أن يلتقط شيء معين، أي طفل لما يحب يلتقط شيء معين يترمي عليه بجسمه كله، ثم بعد ذلك يمد إيديه وهو قاعد، بس يمد إيديه وهو واقف. إذن من العمومية إلى الخصوصية، ولذلك حتى يلتفت الطفل لمصدر الصوت بجسمه كله، ثم يحرك رقبته فقط أو يحرك كتفه. طيب ناخد سؤال عن الصفات الإيجابية التي يكتسبها طفل مرحلة الطفولة المتأخرة. وبالمناسبة يا جماعة، أي صفات إيجابية أنا بشوفها السنة دي أنها مهمة، كيف يمكن تنمية بعض الصفات الإيجابية عند طفل المرحلة الابتدائية أو المراهق أو ما قبل المدرسة. خلينا في السؤال ده عن الطفولة المتأخرة، مهم جدا أنه يتعلم التفكير الاستدلالي والإنجاز الأكاديمي. ليه إنجاز أكاديمي؟ لأنه داخل المدرسة وهياخد دكتوراه؟ لا، بس هيبدأ خطوة خطوة يفرح بنجمة، يفرح بوردة، يفرح بحاجة قالتها له المس أو قالها له الأستاذ أو المدرس. طيب اتنين، تنظيم الذات والتواصل مع الأسرة والأقران. بيبدأ طفل الطفولة المتأخرة اللي كلكم عارفينها من 6 ل 12، يبدأ ينظم ذاته ويجهز كتبه ويتواصل مع أصحابه ويتواصل مع الأسرة. الاهتمام بكيفية صنع الأشياء، كتير جدا من الفتيات سن 8 و9 سنين تدخل مع مامتها المطبخ وتبدأ عايزة تتعلم حاجات، ولكن عايزة أقول حاجة هنا للأمهات، الأم هي اللي بتطردها، بتقول لها روحي شوفي مذاكرتك. لا، مهم جدا نبدأ نعلمها من وهي صغيرة. طيب سؤال أيضا في النمو، عن أمراض التي تصيب الأم الحامل وتؤثر على الجنين. من الأمراض التي تصيب الأم الحامل وتؤثر على الجنين وخاصة في الشهور 3 الأولى وتؤدي لإيذاء هذا الجنين، الأمراض التناسلية والحصبة الألمانية. فقد تؤدي هذه الأمراض إلى صمم والعياذ بالله، أو عمى أو بكم وضمور في المخ، ثم تأخر عقلي فيما بعد. ولذلك وجب تطعيم الأم الحامل، تمام، ووجب تطعيمها أيضا قبل الحمل، تمام، أثناء الحمل في أمور وقبل الحمل في أمور. طيب استخلص 3 عمليات عقلية يقوم بها الفتى والفتاة في المراهقة. يعني بالبلدي عمليات عقلية يعني النمو العقلي، بسيطة جدا. المراهق بيقوم ب3 عمليات ألا وهي الانتباه، التذكر، التخيل. الانتباه، التذكر، التخيل، مع الشرح، مع الشرح طبعا. طيب ندخل على باب الشخصية، بعض الأسئلة الهامة. على حسب نظرية الأنماط فإن الشخص السوداوي يغلب عليه الخمول والتبلد، صح أم خطأ مع التعليل؟ انتوا عارفين الأول الراجل الإغريقي اللي اسمه هيبقراط، هيبقراط بيقسم الشخصية إلى 4 أنماط، بيتكلم على العلاقة الفسيولوجية وارتباطها بالمزاج العام للشخصية. العلاقة الفسيولوجية أو الجوانب الفسيولوجية وارتباطها بالمزاج العام للشخصية في كم نمط؟ سوداوي، صفراوي، دموي، بلغمي. سوداوي، صفراوي، دموي، بلغمي. طب السؤال هنا بيتكلم على إيه؟ بيقول لك على حسب نظرية الأنماط فإن الشخص السوداوي يغلب عليه الخمول والتبلد. العبارة خطأ طبعا. أيوة كده صح، لأن النمط السوداوي بطيء التفكير، قوي الانفعال، يميل إلى الانطواء والتشاؤم والانقباض والاكتئاب، بينما النمط البلغمي هو الذي يغلب عليه الخمول والكسل والتبلد. إنسان كده تقيل، خمول، كسل، مش قادر يتحرك، مش عايز يمد إيديه ياخد كوباية مية، تمام، ماما ناوليني، تمام، بابا ناولني، اغرفيلي، مش عايز يتحرك، مش عايز يمسك قلم يكتب أي حاجة. طيب سؤال آخر، يركز جون واتسون على السلوك الباطن،
معروف جدا ان احنا عندنا نظرية السلوكية بتاع جون واتسون بيركز على السلوك الظاهر، على الحركة والوقفة والإماءة وحركة الإيد والابتسامة وغمزة العين، إنما اللي بيركز على السلوك الباطن ده مدرسة التحليل النفسي التي يتزعمها سيجموند فرويد. سيجموند فرويد صاحب مدرسة التحليل النفسي، أشهر عالم نفسي على وجه الأرض تقريبا، يعني سيجموند فرويد هو صاحب نظرية التحليل النفسي، أما جون واتسون فهو صاحب المدرسة السلوكية التي تهتم بالسلوك الظاهر، أي ما يخرج من العقل وليس ما داخل العقل. طيب سؤال آخر، التوافق مفهوم أصيل في علم النفس، أو يجي بصورة أخرى، التوافق حق أصيل لعلماء النفس؟ لا، مفهوم التوافق مش بتاعنا يا جماعة، مفهوم التوافق مش بتاع علماء النفس، أمال بتاع مين؟ أيوة بالضبط كده، بتاع علماء البيولوجي. علماء الأحياء كانوا أول من تحدثوا عن التوافق، ولذلك يعني درجة الملائمة بين الفرد والظروف الطبيعية الداخلية. بمعنى إيه الظروف الطبيعية الداخلية؟ البنكرياس عندي سليم يبقى صحتي كويسة، ما بعانيش من مرض السكر. الكلى عندي سليمة يبقى أنا ما عنديش مشاكل في الكلى، وهكذا. إذن ده مفهوم أساسا كان عند علماء البيولوجي. علماء النفس أحبوا هذا المفهوم واقتنعوا به منذ بدايته وأخدوه عندهم، ولهذا ظهر مفهوم التوافق النفسي والاجتماعي في علم النفس، وتنبه العلماء إلى أهميته بشدة، وخاصة مع تغير الظروف النفسية والاجتماعية التي تتطلب بدورها عمليات توافق مستمرة. سؤال عن علل صحة أم خطأ العبارة، تتكون الاتجاهات من 4 مكونات؟ لا طبعا، الاتجاه بتتكون من 3 مكونات. أي إنسان بيكون اتجاهه من خلال 3 جوانب: جانب معرفي إدراكي ويضم الأفكار والمعتقدات، جانب وجداني انفعالي يضم الأحاسيس والمشاعر والعواطف، جانب سلوكي ما ينفعش جانب معرفي وانفعالي بس، لا لازم جانب سلوكي ألا وهو التصرفات والنزعات. طيب عندنا سؤال عن الحيل الدفاعية، حدد أنواع الصراع تمام والحيل الدفاعية. هنتكلم دلوقتي في كم سؤال عن الصراع والحيل الدفاعية. حدد نوع الصراع، وخدوا بالكم ده صراع علم النفس، لأن عندكم بعد الفاصل هيكون في صراع علم الاجتماع، هنتكلم في علم الاجتماع شوية. طيب حدد أنواع الصراع التي يعاني منها كل من شخص يختار ما بين وظيفتين جيدتين، كليتين مرموقتين، عروستين زي الفل، عريسين هايلين ما شاء الله، ده اسمه صراع إقدام. يعني إيه إقدام؟ الحاجتين حلوين فأنا بقدم عليهم ومش عارف أختار، عايز الحلو في كل واحدة. طيب حيرة سيدة في اتخاذ قرار والعمل أو التفرغ للمنزل، ده اسمه صراع إقدام إحجام، لأن هي عايزة تشتغل وتحصل على العائد المادي، وفي نفس الوقت هي عايزة ترعى الأبناء. طيب يمكن سين 18، أو ناخد سؤال آخر، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي مع التعليل. خدوا بالكم يا جماعة، الحيل الدفاعية لازم هيجيلنا فيها إن شاء الله سؤال واضح جدا، لازم تفهم الحيلة وتأثيرها على الإنسان. حيلة يعني ميكانيزم الدفاعي من أساليب التوافق المباشرة ولا الغير مباشرة؟ لا طبعا الغير مباشرة. خلينا نشوفها، حيلة دفاعية لا شعورية يصاحبها شعور بالنقص، ها الكبت ولا الإعلاء ولا التعويض ولا الإسقاط؟ طبعا التعويض، برافو عليكم، لأنه التعويض حيلة دفاعية لا شعورية يلجأ إليها الشخص لتخفيف حدة التوتر الناجم عن خبرة الإحباط والصراع وما يصاحبها من شعور بالنقص أو إحساس بالظلم. عارفين يا جماعة الولد ده مثلا اللي مهضوم حقه أو بيتضرب من طوب الأرض في المدرسة، لو هو في سنة 6 بيمسك ولد في الحضانة يضربه، يدوس على حشرة كده بعنف وبقوة، يمسك قطة يعذبها، يمسك كلب صغير يعني لسه مولود يعذب فيه، ليه؟ بيعوض النقص اللي جواه. ولذلك التعويض يختلف عن استبدال الهدف بغيره. استبدال الهدف بغيره طريقة شعورية قوية جدا، أنا مش عاجبني ده بروح لده. استبدال الهدف بغيره طريقة مباشرة، أما التعويض ففي الغالب يصاحبه شعور بالنقص أو إحساس بالفشل، ولذلك دايما يفشل الفرد في مجال معين يعوضه في مجال آخر. أوكي طيب آخر سؤال ممكن نتكلم فيه في علم النفس،
خلونا نشوف من أسس الاستذكار الفعال أن تكون دائما في حالة انتباه. دي تتعلموها ليكو ولأولادكو، اللي هي هتكون في 4 نقاط: تخصص وقت محدد للمذاكرة، مكان محدد للمذاكرة، شوية مجهود بدني إلى حد ما لتنشيط الدورة الدموية، والتخلص من المشكلات النفسية. هنستأنف كلامنا ومراجعة علم النفس والاجتماع مع دكتور بهاء شومان على الراديو 9090 FM. اسمعنا على www.9090.fm أو تحمل ابليكيشن راديو 9090 على تليفونك، أو تسمعنا على موقع مبتدأ.com، أو تسمعنا على الراديو العادي جدا 90.9 FM. وأحب أقولك الراديو 9090 بينتشر في كل جمهورية مصر العربية، التغطية بتاعته بتغطي اتباعا كده مصر حتة حتة، يعني مصر كلها مش حتة منها زي ما بيقولوا. ولو عايز تحصل على او تحضر المراجعه النهائيه مع دكتور بهاء في العلم النفسي والاجتماع، هتدخل على البوست بتاعنا على الفيسبوك وتكتب اسمك ونقطتين مراجعه علم النفسي والاجتماع. ليه؟ لان كمان عندنا كمان شويه مراجعه الاحياء، فعشان الخطوط ما تضربش ببعضها. مستمرين في كلام معلمين على الراديو 9090. كلام معلمين يأتيكم دوما مع مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية، ومراجعة علم نفس واجتماع. وفي ناس كتير سألت عن الأغنية اللي شغالة من الأجيال الصغيرة، الفنانة هي عزيزة جلال، ولسه أنا ودكتور بهاء كنا بنتكلم عنها، يعني هو من محبيها هو كمان برضه. طيب بفكركم اللي عايز يحضر مراجعة علم النفس والاجتماع يدخل فورا على الراديو 9090 على الفيسبوك ويكتب اسمه وجنب اسمه مراجعة علم النفس والاجتماع. ده غير ان المذكرة المكتوبة موجودة كمان على البيج بتاعت الراديو 9090. طيب. نلحق ما تبقى. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الاجتماع. اذكر اهم انواع التفاعل الاجتماعي. من اهم انواع التفاعل الاجتماعي، بس الله يخليكم يا جماعة ما تنسوش الامثلة. بنزعل قوي ونقول ناقصنا عشان الأمثلة. على سبيل المثال، التفاعل المباشر وغير المباشر. مباشر يكون بين أفراد أسرة، ومن أمثلة التفاعل غير المباشر ما يحدث بين أعضاء بنك، شركة مساهمة، إدارة، استوديو. طيب، التفاعل البناء والتفاعل الهدام. التفاعل البناء إذا شجع على التعاون، ويكون هدام إذا حل الصراع محل التعاون. طيب، فردي وجماعي. فردي ما بين شخصين، جماعي قد يتسع ليشمل المجتمع كله أو عدة مجتمعات، أو أولتراس وايت نايتس، أو جماهير ريال مدريد وبرشلونة. طيب، التفاعل الدائم أو المؤقت. قد يكون التفاعل دائما كتفاعل أفراد الأسرة، ومؤقت زي بائع ومشتري، باخد منه حاجة وبسيبه، ربما أقابلوش تاني في حياتي. طيب، التلقائي والعرضي. يكون التفاعل تلقائيا كتبادل التحية، وعرضيا كتفاعل المجتمعين حول حادث ما. طيب، نشوف سؤال تاني عن الظاهرة الاجتماعية. تتصف الظاهرة الاجتماعية بالجبر والإلزام. طبعا الظاهرة الاجتماعية تفرض نفسها على الأفراد، فلا يسعهم أن يخالفوها أو يخرجوا عليها، وإلا تعرضوا للعقاب والجزاء الذي يأخذ صورتين، مادي ومعنوي. لأن الظاهرة الاجتماعية بتفرض نفسها عليا، مفترض أن أنا أدخل مكان أسلم أو أمسي، تمام، مفترض أن أنا أقابل الناس باحترام، يبقى الظاهرة الاجتماعية بتفرض نفسها عليها، علينا جميعا، وإلا تعرضنا للعقاب الذي يأخذ صورتين. فالظاهرة الاجتماعية لا يسعى الأفراد أن يخالفوه. طيب، ناخد سؤال تاني برضو عن الظاهرة الاجتماعية، درس مهم جدا. تخضع الظاهرة الاجتماعية لأثر الزمان والمكان. بالطبع، لسه كنتوا بتسألوا انتوا من شوية عن عزيزة جلال، كنجمة ظهرت في الثمانينات وأوائل التسعينات. طيب، إنما النهاردة النجوم نمط مختلف وأسلوب مختلف، إذن الظاهرة الاجتماعية تخضع لأثر الزمان والمكان ولا تثبت على حال. ولذلك عكس الظواهر الطبيعية، لو بصينا على كوباية المية H2O من يوم ما ربنا خلقها، ربنا خلق المية H2O ما تغيرتش نهائي. إنما الفن والأدب والذوق والموسيقى مثل هذه، والزواج طبعا تم بيتغير. ولذلك الظاهرة الاجتماعية تخضع لأثر الزمان والمكان، فهي نسبية ولا تثبت على شكل واحد. اللي بيثبت على شكل واحد الظواهر الطبيعية، الجاذبية، المية، تم الطفو وهكذا. طيب، خلونا السؤال اكمل.
خاص بالعلوم والدراسات اللي ليها علاقة بعلم الاجتماع. طيب العلم اللي بيهتم يا جماعة بإنتاج السلع والخدمات ده اسمه علم ايه؟ أيوة وانتوا دارسينه مادة كده عندكم بس مش داخلة في المجموع. أيوة الاقتصاد. العلم اللي بيهتم بالتنظيمات الرسمية طبعا السياسة. ينقسم علم السياسة إلى مبحثين، إيه هما؟ النظرية السياسية والإدارة الحكومية. طيب العلم الذي يدرس السلوك الشخصي، سلوك شخصي على طول، علم نفس هو علم دراسة السلوك. العلم الذي يدرس الجانب الفيزيقي للإنسان هو علم هايل الأنثروبولوجيا. طيب ناخد سؤال آخر عن عناصر الثقافة. من عناصر الثقافة تم أو عناصر الثقافة متعددة، إيه هي عناصر الثقافة؟ عموميات، خصوصيات، بدائل. وحاول الله يخليك تفرق ما بينهم. العموميات بيشترك فيها غالبية أفراد المجتمع الواحد زي اللغة، الزي، التحية، الاحتفال. المجتمع كله دلوقتي بيحتفل، المجتمع كله دلوقتي بيتحدث لغة عربية، تم الزي إلى حد ما واحد. طيب الخصوصيات، لا الخصوصيات الخاصة بمهنة معينة، تم خاصة بمهنة الطب، الهندسة، التدريس، الإذاعة. في مصطلحات هنا يعرفها أستاذ أحمد مع الجروب اللي معاه أنا ما أعرفهاش، وفي مصطلحات أنا أعرفها أنا والمدرسين اللي معايا، وفي مصطلحات طبية، يبقى دي اسمها خصوصيات. البدائل بقى زي التجديد، التجديد هنا في الاستوديو، التجديد في شغلي، التجديد في الأجهزة، في ملابسنا وهكذا. والتجديد ده بيدخل على أي حاجة، بيدخل على عموميات أو يدخل على خصوصيات. سؤال عن العمل التطوعي، ونتمنى كلكم يبقى عندكم هذه الصفة. ينظر دائما إلى العمل التطوعي على أنه فرض كفاية. حلل هذه العبارة، كلكم عارفين أن في تمام حاجة اسمها فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض يسقط عن الإيه؟ عن الباقين، إنما فرض عين لابد أن نقوم بكلنا. طيب ديني مثال ينظر للعمل التطوعي على أنه فرض كفاية يقوم به الإنسان بشكل فردي أو مؤسسي بإرادته الكاملة، بمعنى بمحض إرادته ودون مقابل، بهدف مساعدة الآخرين محتسبا الأجر عند الله، زي كثير من المؤسسات، أكثر من مؤسسة تمام بتعمل خير محتسبة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. عدد مزايا العمل الحر. العمل الحر يا جماعة انك انت يبقى عندك ورشة، يبقى عندك مكتب محاماة، يبقى عندك شركة خاصة، بنك خاص بيك انت. العمل الحر من مزايا، صاحب العمل الحر بيحقق حلمه وبيعمل ما يريد. ليه؟ لان هو اللي بيحدد عدد ساعات وادارة العمل بنفسه. صاحب العمل الحر قد يدير العمل من المنزل، بمعنى ممكن هو قاعد في بيته بالتليفون يخلص شوية امور. صاحب العمل الحر غالبا ما يكتسب الثقة ويشعر بالاستمتاع عما هو مسؤول عنه، ما هو عمله شغله. طيب صاحب العمل الحر يتمتع بالاستقلالية والسيطرة والشراكة مع الأصدقاء بما يتيح له نوع من التعاون والتقدير من الغير. آخر نقطة، صاحب العمل الحر يستطيع التطبيق الإيجابي لأفكاره، تمام، يعمل دي بالشيء الفلاني ويعمل دي بالطريقة الفلانية ويأسس دي بمزاجه ويزود هنا الخامات وينقص هنا شوية، دي حاجة ترجع له. طيب سؤال عن البحث العلمي اللي بلدنا محتاجاه. بلدنا محتاجاكوا يا جماعة ومحتاجة البحث العلمي، وإن شاء الله يطلع منكم علماء وباحثين. البحث العلمي له مقومات، اعرض لأهم مقومات البحث العلمي. هما أربع مقومات اوعى تنساهم، دول مفهومش اختصار، لازم تحفظهم الأربعة وتكون فاهمهم. أول حاجة الدعم المادي، تدريب الكوادر الفنية، استقطاب يعني جذب العقول المهاجرة، تطوير التشريعات والسياسات. الدعم المادي الذي يوفر بنية تحتية ومختبرات وأجهزة وأدوات ووسائل اتصال حديثة. تدريب الكوادر الفنية والكفاءات البشرية الوطنية لكل مجال. مهم جدا استقطاب العقول، مهم جدا استقطاب الكفاءات من الخارج للاستفادة من خبرتها، سواء كفاءات مصرية أو كفاءات غير مصرية. تطوير التشريعات والسياسات اللازمة والحازمة المنظمة لعمليات البحث العلمي.
ناخد سؤال عن العولمة. كلكم عارفين يعني ايه العولمة؟ العولمة عندنا تختلف عن العولمة في الجغرافيا. طيب خلونا نشوف العولمة. تؤدي العولمة الى تعميق بعض صور التباين في مستوى التنمية. مع العولمة يا جماعة اصبح الشمال في مكانة والجنوب في مكانة، زي ما قلنا وبنقول دايما، تؤدي العولمة الى تعميق بعض صور التباين عبر العالم. ومن اهم هذه الصور الاختلاف بين دول الشمال ودول الجنوب في مستوى التنمية الاجتماعية. فالدول الغنية استطاعت لما انفتحت على بعضها في مجال العولمة خلاص استطاعت تستفيد من بعضها وتفيد بعضها، اوكي؟ بينما في الجنوب انفتحنا برضو على بعض وانفتحنا عليه مش عارفين نعمل حاجة، بنستهلك اللي هم بينتجوه، فاهمين؟ بنستهلك اولاد اللي هم بينتجوه، ولذلك دول الشمال تتقدم على نحو مذهل في حين تفشل دول الجنوب في اللحاق بها نظرا لانخفاض معدلات التنمية. طيب قارن بين مستويات التطرف المختلفة. نسأل الله بداية أن يحفظ بلدنا من الإرهاب والعنف والتطرف. مستويات التطرف المختلفة عندنا ثلاث مستويات: المستوى المعرفي والوجداني والسلوكي. ممكن أبقى متطرف معرفيا إن أنا ما عنديش تأمل، حاول في أي حاجة إنك أنت تتأمل. انعدام القدرة على التأمل والتفكير وعدم إعمال العقل بطريقة مبدعة. الإنسان يا جماعة اللي ما بيتأملش ده يعتبر إلى حد ما متطرف فكريا أو معرفيا. طيب المستوى الوجداني: الاندفاع الشديد والمبالغة والكراهية المطلقة للمخالفين. ما احنا اتفقنا، اختلف معايا زي ما انت عايز، اختلف معايا بس ما تكرهنيش، بس ما تفجرنيش. انفجار الغضب بلا أدنى مقدمات. طيب المستوى الثالث اللي هو المستوى السلوكي، أي الإيذاء البدني والنفسي والاجتماعي والميل إلى العنف وتدمير كل ما حول الإنسان، وصعوبة الانخراط في المجتمع بسبب الجهل وسوء الفهم وخاصة للأمور الدينية تمام في مراحل التعليم. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا أمين. من العنف والتطرف والإرهاب. روح فاصل ونرجع بقى الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة. خليكم معانا يا معلمين، وبعد الفاصل هنقول أسامي المعلمين اللي هيحضروا المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع. أسامي المعلمين اللي هيحضروا مراجعة علم النفس والاجتماع هدية من دكتور بهاء. تسنيم سعيد: من فضلك يا تسنيم افتحي الرسائل عندك علشان نعرف نبعت لك. ميادة أحمد، شهندة فتحية، ياسمين محمد، عبدو شعت، وآسر أيمن وشعث آسف وآسر أيمن، افتح الرسائل يا آسر. وأحمد البقالي: افتح الرسائل يا أحمد. طارق هشام، آية يحيى، وليد أسامة، سارة عادل، يارا عبد الرحمن، عمرو صلاح، عبد العزيز أيمن، محمد تايجر، وفاطمة جمال، وإبراهيم محمد، وعمر جمال وإخواته ليه، وزياد عمر. يبقى تسنيم سعيد وميادة وشهندة فتحي وميادة أحمد، شهندة فتحي، ياسمين محمد، عبد شعات، أسر أيمن، أحمد البؤلي، وطارق هشام، أيا يحيى، وليد أسامة، سارة عادل، عيار عبد الرحمن، عمرو صلاح، عبد العزيز أيمن، محمد تايجر، وفاطمة جمال، وإبراهيم محمد، وعمر جمال، وزياد عمر. من فضلكم يا جماعة افتحوا الرسائل علشان بنتواصل معاكم حال لن عشان ناخد بياناتكم. نرجع بقى الجزء الأخير والدقائق المتبقية من مراجعتنا لعلم النفس والاجتماع إن شاء الله. ناخد سؤال عن التكيف الاجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى برضو أن تكونوا في حالة من التوافق والتكيف في هذه الأيام. يعمل التكيف الاجتماعي على تخفيف حدة الصراع الثقافي. وضح بمثال، سؤال طويل بس كلكم عارفينه، هنحكيه بسلاسة كده. يعني إيه كلمة تكيف؟ تكيف يعني توفيق وتقارب وتفهم كل طرف للطرف الآخر بما يؤدي لتحقيق المصلحة المشتركة بينهم من خلال تفهم مشاعر وظروف كل إنسان. ولذلك للتكيف أهميتين. إيه هما؟ تطبيع الإنسان. تطبيع يعني تعويد يا أولاد، يقول لك تطبيع يعني تعويد. تطبيع الإنسان بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها. اتنين، تخفيف حدة الصراع الثقافي المتزايد الناتج عن اختلاف البيئة. ولذلك كلكم عارفين المثال، أما يقول لك واحد بقى انتقل من الريف للمدينة من بيئة اجتماعية إلى بيئة اجتماعية أخرى تختلف عنها في أنماطها الثقافية وعاداتها، في البادئ الأمر بيشعر بإيه؟ طبعا بقسوة وشدة النظام الجديد وبمقاومة داخلية. تلاقي نفسك بتقاوم. أي إنسان يا جماعة عنده مقاومة للجديد
أي إنسان عنده مقاومة لأي حاجة جديدة، مقاومة شديدة لهذه النظم الجديدة، إذ يحدث صراع عنيف بين تراثه الأصيل الذي استقر في وجدانه وشعوره وبين الأوضاع الجديدة. ولذلك بيبدأ خطوة خطوة يأخذ نفسه بالصبر والجلد والتحمل إلى أن يندمج مع البيئة الجديدة ويتفاعل معها ويؤمن بيها، تمام، على اعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا شعوب وقبائل مختلفين في عادات وتقاليد وهكذا. طيب السؤال الثاني، وضح العوامل المؤثرة في التعاون الاجتماعي. العوامل المؤثرة في التعاون الاجتماعي بده سؤال طويل شوية بس سهل. ايه هما؟ العامل البيئي، العامل العقائدي، العامل النفسي. طيب العامل البيئي يعني ايه؟ البيئة الخارجية المحيطة بينا بما تتضمنه من وحدة المصالح والأهداف تؤدي بالأفراد إلى التعاون لتحقيق المصلحة المشتركة. طيب العامل العقائدي اللي هو في الأسرة، التعاون عملية اجتماعية يرجع الفضل في ترويض يعني تطويع الأفراد عليها إلى العقيدة السليمة التي تعلموها داخل الأسرة وتؤثر فيها. ودايما أنا أحب أتكلم في النقطة دي وأقول لازم الأب والأم يعملوا حاجة سوا قصاد أبنائهم، يعملوا إن شاء الله طعام مع أبنائهم، لازم الأب والأم إن شاء الله يركبوا كيس مخدة قصاد أبنائهم، لازم يشيلوا ترابيزة قصاد أبنائهم، يناولوا بعض حاجة قصاد أبنائهم بنوع من الحب. ليه؟ علشان قاطر الأولاد ينشأ لديهم مثل هذا الأمر. آخر عامل العامل النفسي. تم علماء النفس قالوا يا جماعة إنه التعاون رغم إنه هو عملية اجتماعية إلا أنه يستجيب لبعض الدوافع الفطرية الكامنة في الطبيعة الإنسانية. فالنفس الإنسانية تنطوي، بمعنى إيه تنطوي؟ تقوم على طائفة من الدوافع الغيرية إلى جانب اشتمالها على دوافع ذاتية وأنانية. والدليل على ذلك هو حرص الإنسان السوي على إشباع دوافع الآخرين كما يشبع دوافعه، وده نوع من التربية السليمة. طيب آخر سؤال هنتكلم فيه في علم الاجتماع، وكل سنة وحضراتكم طيبين، اشرح بعض الأسباب التي تقف وراء نمو قضايا التطرف والإرهاب. لازم لو عرفنا الأسباب يا أولاد هنعرف نواجهها. فركزوا في موضوع العنف والإرهاب. من العوامل التي تقف وراء نمو قضايا العنف والإرهاب والتطرف العامل الذاتي لدى الشباب اللي بيتمثل في البنية النفسية والتنشئة، تمام، الأسرية. في أسر بتربي أولادها جماعة على كره، على حقد، واحد أذاك أذيه روح أذيه على طول، واحد شتمك روح يشتمه على طول. لا ما ينفعش يا جماعة، مهم جدا إن احنا نشوف نفسنا الأول ونستخدم التفكير الناقد للذات وللمجتمع، تمام، بلطف مش بقسوة. طيب صعوبة الانخراط في المجتمع بسبب الجهل وسوء الفهم وخاصة الأمور الدينية. جيم التفاوت بين فئات المجتمع نتيجة غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة. آخر نقطة وآخر حاجة، ودي من الأشياء، احنا بعد الامتحانات داخلين في أجازة، إياكم يا شباب، إياكم يا بنات، من الفراغ الفكري، إياكم من الفراغ الفكري، كتب اقروا، تم هوايات ومرسوا محترمة مرسوا. فالفراغ الفكري سبب أخير للعنف والإرهاب. دكتور بهاء كل الشكر والتقدير لحضرتك، ويعني إن شاء الله يعني كالعادة الامتحان ما يخرجش عن الأسئلة اللي حضرتك أفتحها. الشكر ليكم إن شاء الله. شكرا. العفو. خليكم معنا يا سادة يا معلمين، هننتقل بقى لعلمي، هنروح لمراجعة أحياء مع دكتور محمد فرج في الدقائق اللي جاية. هننزل المذكرة حالا على الراديو 9090 الفيسبوك برضو، هتعملوا لها شير علشان طلبة علمي يستفيدوا منها يا جماعة. واللي عايز يحضر برضو مراجعة الأحياء مع دكتور محمد فرج هيدخل على البوست الرئيسي اللي هو فيه كلمة شم نسيم سعيد، هتلاقوا مكتوب كده شم نسيم سعيد، وهتكتب اسمك ونقطتين مراجعة أحياء يا معلم أو يا معلم.